السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا متابعين ومشاركين الجدد منورين قناتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وصلت اليوم تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة كليا لدى بازرعة للتجارة وكيل شركة تويوتا في اليمن. كما تلاحظون الواجهة الأمامية، الأضواء LED، الإشارة LED، القنوط. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. تم اليوم رسميا الكشف عن تويوتا لاند كروزر 2022 جديدة كليا. كما تلاحظون الصور الأولية للكشف عنها، مصابيح الإيدي، رادار، شكل السيارة من الجانب. القنوط مقاس 18 إنش. مقابض الأبواب كروم، داخلية جلد، شاشات خلفية. الإشارات الخلفية LED تسلسلية، في XR اسم الفئة. شعار لاند كروزر AMTC. الأضواء الخلفية LED. الإشارات التسلسلية لاند كروزر. شاشات خلفية تدعم البلوتوث. القنصل الوسطي. شاشة بقياس 12.3 إنش. كما تلاحظون الشاشة تدعم النافيجيشن والتحكم من المكيف من الشاشة. فتحة سقف. فتحات التكييف الخلفية. كما يوجد تحكم للمكيف من الخلف، منفذ OX و USB. المقاعد الخلفية جلد مع خاصية التبريد والتسخين. رادار أمامي. أضواء خلفية LED فول كامل. والإشارات التسلسلية LED. المصابيح الأمامية تأتي 3 مصابيح. والضوء النهاري LED. كما تلاحظون جانب السيارة، تأتي القنوط بمقاس 18 إنش لفئة الجي اكس ار، مقاس 22 إنش لفئة الفي اكس ار. بروجيكتر. شاشة المعلومات بقياس 6 إنش.
كما تلاحظون شاشة المعلومات ينتقل عبرها إلى البروجيكتر لعرض شاشة المعلومات. قاعدة لاند كروزر 2022 لا يوجد اختلاف عن الموديلات السابقة. الهيكل يوجد اختلاف كبير. كما تلاحظون التعليق منفصل للأمامي والخلفي. كما ترون في الصورة التالية نظام تحديد المسار. المقصورة الداخلية تأتي بثلاثة صفوف من الجلد، كرسي الراكب والسائق، تحكم كهربائي. الصف الثالث من المقاعد قابل للطي مما يزيد حجم الخلفي المساحة الخلفية. تنبيه الخروج عن المسار ورادار تفاعلي. جميع الأضواء LED. كما تلاحظون المحرك بمقاس 3.5 لتر ديزل. يوجد نوعين من المحرك ديزل، هذا الديزل وهذا التربو. مساحة خلفية كبيرة مقارنة بالموديلات السابقة. ونش خلفي، مخرج شكمان واحد. عابرة الصحراء. الأضواء الأمامية LED جميعا، والأضواء النهارية كمان LED. كشافة الضباب LED. الشبك يأتي بحجم كبير جدا مقارنة بالموديلات السابقة. أربع حساسات أمامية. هك خلفي ونش. غسيل مصابيح أمامي. مفخرة الأرض تويوتا لاند كروزر 2022. الجنوط مقاس 20 إنش، ويأتي ثلاث خيارات للجنوط: مقاس 20 إنش، ومقاس 18 إنش، ومقاس 17 إنش فئة الجي إكس آر. داخلية تويوتا لاند كروزر 2022. كما تلاحظون المقاعد باللون الأحمر. التكاية عبارة عن فتحتين. قارئ للبصمة مع حساس. وضعيات القيادة: نظام الالتفاف 360 درجة. التكاية تفتتح من الطرفين. المقاعد باللونين أحمر وأسود. السكان كهرباء. النظام الصوتي GBL. المفتاح لا يوجد اختلاف عن الموديل السابق. وهذه تويوتا لاند كروزر 2022 نسخة الجي آر عالية الأداء. ثم تلاحظون تجارب القيادة في الصحراء لنسخة جي آر، وسوف تكون متوفرة للشرق الأوسط.
وتعتبر نسخة جي آر من النسخ لاند كروزر 2022 القوية جدا، وتأتي بتصميم مختلف من الأمام، شعار تويوتا في الشبكة الأمامي، كما تلاحظون عند طي المقاعد الخلفية تزيد حجم المساحة التخزينية، وقد طي المقاعد الخلفية كهربائيا. تهوية خلفية، النوافذ جميعا اوتو، خمس كاميرات، تخشيب بني غامق، الدركسون بشكل مختلف، شعار لاند كروزر، شاشة المعلومات تدعم أندرويد وأبل كاربلاي، يوجد نظام هيدروليك في فئة في إكسار، كما تلاحظون تاير السبير خلف السيارة، أربع حساسات أمامية، فتحة سقف، طي المرايا كهرب، حساسة أمامية مع ونش خلفي، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا متابعين ومشاركين الجدد منورين قناتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وصلت اليوم تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة كليا لدى بازر عالي التجارة وكيل شركة تويوتا في اليمن، كما تلاحظون الواجهة الأمامية، الأضواء LED، الإشارة LED، القنوط، من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. تم اليوم رسميا الكشف عن تويوتا لاند كروزر 2022 جديدة كليا، كما تلاحظون الصور الأولية للكشف عنها، مصابيح LED، رادار، شكل السيارة من الجانب، القنوط مقاس 18 إنش،